أقدم هذا الدرس الذي يتعلق بالتيار الكهربائي المستمر. أولا سنرى منابع التيار الكهربائي المستمر. منابع التيار الكهربائي المستمر سنتعرف عليها انطلاقا من هذا المثال. لدينا أسطوانات على الشكل التي تحمل القطب الموجب والقطب السالب. هذه المولدات قلنا بأنها هي التي تنتج تيارا مستمرا، ونعلم بأنه كل المولدات التي تحمل القطب الموجب والقطب السالب فهي تعطينا تيارا مستمرا. لذا يرمز للتيار الكهربائي المستمر إما بالعلامة تساوي أو بالحرفين دي وسي. لنتأكد من ذلك إذن غادي نشوفوا ما نسميه ثانيا صغيرة من حد التيار الكهربائي المستمر. إذن سنستعمل من خلال هذا ما نسميه الصمامات الثنائية. الصمامات الثنائية هي من خلال هذه الصورة سنرى بعض الصمامات الثنائية المستعملة في عدة مجالات كما هو شأن، أو يستعمل خاصة في جهاز التحكم عن بعد. سنقوم بإدراج التصميم الثنائي في الذرة الكهربائية. غادي نشوفوا تجربة واحد. إذن لدينا هذه الذرة الكهربائية البسيطة التي تتكون من مصباح ومولد أو عمود الذي يحمل القطب الموجب والقطب السالب. ندرج الصمام الثنائي في هذه الذرة، فنلاحظ من خلال هذا بأن المصباح لا يضيء، ولكن عندما نقوم بتغيير منحى أو تغيير موضع الثنائي الصمام فنلاحظ بذلك أن المصباح يضيء. نلاحظ هنا عند عكس ربط الصمام الثنائي فإن المصباح يضيء. إذن فالصمام الثنائي يؤثر في الذرة الكهربائية. وأيضا لدينا أمثلة لبعض الصمامات الثنائية التي لا تضيء كما هو الشأن هنا، ونرمز له بهذه العلامة سهم، والذي يحدد منحى مرور التيار الكهربائي. إذن هذا السهم الذي يحدد لنا منحى مرور، إذا كان التيار يمر في هذا المنحى فنقول بأن الصمام الثنائي يسمح بمرور التيار الكهربائي، ويسمى هذا بالمنحى المار. ثم أيضا هنا إذا كان التيار الكهربائي يمر في هذا المنحى ولدينا رابطة هنا فلا يسمح بمرور التيار الكهربائي، نسمي هذا المنحى المنحى المعاكس للصمام الثنائي. الآن سنتطرق إلى معرفة أو إعطاء مفهوم ما نسمي بالصمام الثنائي. من خلال هذا، الصمام الثنائي عبارة عن ثنائي القطب، له قطبين، القطب الأول والقطب الثاني أو المربط الأول والمربط الثاني. عبارة عن ثنائي القطب وظيفته السماح بمرور التيار الكهربائي في الموافق لمنحى السهم، يعني ذلك أنه يمر في هذا المنحى ولا يمر في المنحى المعاكس الذي يحدده سهم المكتوب على أو المرسوم على الصمام الثنائي. الآن سنرى من خلال هاتين التجربتين، التجربة الأولى والتجربة الثانية، لنحدد، لأن الغاية من هذه التجربة هو تحديد منحى التيار الكهربائي. إذن نقوم بتركيب هذه الذرة الكهربائية التي تتكون أيضا من نفس المعدات التي قمنا بها سابقا. لدينا المولد ثم الصمام الثنائي والمصباح. من خلال هذا نلاحظ أن المصباح يضيء في هذه الحالة، وعندما نعكس الصمام الثنائي فإن المصباح لا يضيء. نتساءل لماذا يضيء في هذه الحالة ولا يضيء في الحالة الثانية؟ كما قلت سابقا بأنه الصمام الثنائي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي إلا في منحى واحد، فنستنتج من خلال هذه التجربة أن للتيار الكهربائي منحى، وهو المنحى المار للصمام الثنائي. إذن التيار الكهربائي يمر خارج العمود من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج العمود الذي يؤدي إلى إيداد المصباح. لهذا فإن المصباح يضيء في هذه الحالة ولا يضيء في الحالة الثانية. إذن خلاصة
إذن الغاية من هذه من هاتين التجربتين هو أن نتعرف عن منحى التيار الكهربائي. إذن فنقول يمر التيار الكهربائي المستمر في الدارة الكهربائية البسيطة من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج العمود. ونمثل منحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي بسهم كما نلاحظ هنا على هذا الشكل أو على هذه التبيانة. لدينا منحى التيار الكهربائي نمثله بسهم أحمر حيث يخرج التيار الكهربائي من القطب الموجب ويمر عبر الأسلاك إلى أن يصل إلى القطب السالب خارج العمود. وهنا هذا الرسم الذي أمام أسفل هذه الخلاصة يحدد لنا منحى التيار الكهربائي في هذه الدارة. ننطلق إلى الفقرة الموالية التي هي شدة التيار الكهربائي. شدة التيار الكهربائي سنتعرف عليها انطلاقا من هاتين التجربتين. إذن هنا في التجربة الأولى ننجز تركيب تجربة التبيان في التبيانة التالية أسفل. هنا لدينا درة كهربائية بحيث العمود والمصباح والأسلاك وقاطع التيار الكهربائي بطبيعة الحال. نسمي هذه بتجربة رقم واحد. نلاحظ هنا من خلال هذا بأن المصباح يضيء إضاءة جيدة، ولكن سنضيف مصباح آخر مركب على التوالي مع المصباح الأول فنحصل على التجربة الثانية، فيكون تكون الإضاءة لهذه المصباحين ضئيلة. نتساءل أو كيف سنفسر اختلاف الإضاءة بين المصباح الأول الذي ركب وحده في الدرة والتجربة الثانية التي ركب فيها المصباحين معا مركبين على التوالي. إذن سنحاول أن نفسر هذا التغيير في الإضاءة. إذن نلاحظ هنا من خلال هذه التجربة التيار الكهربائي في التجربة الثانية له شدة أصغر من التيار الكهربائي في التجربة الأولى. فنستنتج من خلال هذا أن مفعول التيار الكهربائي في التركيب الأول أهم من مفعول في التركيب الثاني. بعد ذلك أن نقول أن شدة التيار الكهربائي في التركيب الأول أكبر من شدة التيار الكهربائي في التركيب الأول ما دام أن الإضاءة قد ضعفت في التركيب الثاني. خلاصة، إذن هنا شدة التيار الكهربائي مقدار فيزيائي نرمز له لشدة التيار الكهربائي بالحرف إي. إذن خلاصة، شدة التيار الكهربائي مقدار فيزيائي نرمز له لهذه الشدة الكهربائية بالحرف إي. والوحدة العالمية لشدة التيار الكهربائي هي الأمبير ونرمز لها بحرف أ. ثم هنا لدي تمرين تطبيقي للوحدات، فالوحدة الأمبير لها مضاعفات وأجزاء. إذن الأمبير من مضاعفتها الكيلو أمبير، ثم هناك أجزاء الميلي أمبير والميكرو أمبير، وهناك وحدات أخرى سترى فيما بعد. إذن يمكن أن نقوم بعملية تطبيق بحيث يجب تحويل واحد أمبير إلى ميلي أمبير ثم واحد ميكرو أمبير إلى بونسي. المهم سنحاول. ثم أرى هنا أنطلق إلى الفقرة الثالثة التي تتعلق بقياس شدة التيار الكهربائي. إذن لقياس شدة التيار الكهربائي نستعمل جهاز الذي يسمى بجهاز الأمبيرمتر. سأحاول الآن أن أصف لكم في وجه الأمبيرمتر، بحيث لدينا هنا أمبيرمتر ذو إبرة، هناك أنواع مختلفة من الأمبيرمترات، هناك أمبيرمتر ذو إبرة وأمبيرمتر إلكتروني الذي يعطينا مباشرة شدة التيار الكهربائي عندما ندرجه في درة كهربائية لقياس شدة التيار الكهربائي. ولدينا الرمز الاصطلاحي للأمبيرمتر هو العلامة دائرة داخلها أ ويحمل القطب الموجب والقطب السالب. إذن سأحاول من خلال هذا أن أعطي وصفا مبسطا للأمبيرمتر. لدينا الأمبيرمتر يتكون من قطبين، القطب الموجب والقطب والقطب السالب. إذن هناك إبرة التي يمكن أن تتحرك أمام ميناء مدرج، ثم هنا ميناء مدرج، وهنا العيارات التي نستعملها عندما نريد قياس شدة التيار الكهربائي في درة كهربائية. الآن كيفية استعمال جهاز الأمبيرمتر.
لدينا جهاز الأون بيرمنت هنا الذي نستعمله في لقي شدة الكهربائي. إذن هنا لدينا درة كهربائية تتكون كما قلت سابقا من مولد، قاطعة الكهرباء ومصباح. الآن سأقوم بإدراج الأمبيرمتر في هذه الدرة الكهربائية الذي ركب على التوالي مع الأجهزة الموجودة في درة في هذه الدرة الكهربائية، بحيث دائما يجب بخير أخذ بعين الاعتبار بأن الأمبيرمتر دائما القطب الموجب للأمبيرمتر مرتبط بالقطب الموجب للمولد، والقطب السالب مرتبط بالقطب السالب للأمبيرمتر، كوم تعني القطب السالب. هنا نركب جهاز الأمبيرمتر على التوالي أيضا هنا، ولم تغلق الدرة الكهربائية بطبيعة الحال، لن يشير إلى أي تدريجة، ويجب أخذ بعين الاعتبار بأن الأمبيرمتر دائما يركب على التوالي في الدرة التي نريد أن نحدد شدتها الكهربائية. إذن ويجب أن نعلم أيضا أن الأمبيرمتر ذو إبرة لا يعطي مباشرة شدة الكهربائي، لذا يجب أن نقوم بعملية حسابية باستعمال العلاقة الريالية التي تمكن من حساب هذه الشدة. إذن لحساب شدة الكهربائي الذي يشير إليه الأمبيرمتر نستعمل العلاقة التالية، وهي E تساوي العيار الذي تم اختياره في عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة مقسومة على عدد التدريجات الموجودة في الميناء. إذن هنا سأعطي بعض الإيضاحات. إذن إي يمكن أن نستعمل هذه العلاقة، إي تساوي سي وهي العيار المستعمل، في إن عدد التدريجات التي تشير إلى الإبرة، وإن عدد التدريجات الموجودة في الميناء. إذن هنا أعطيت توضيحا لكل عبارة مستعملة في هذه العلاقة الرياضية. إذن شدة تيار إي ثم قيمة العيار سي، وعدد الدرجات التي يشير إليها الإبرة هي N، وعدد درجات الميناء هو N. إذن هنا فعندما قمنا بتركيب الدرة الكهربائية وأغلقنا درة كهربائية، فالإبرة تحركت وتوقفت عند درجة معينة، وباستعمال هذه العلاقة يمكن أن نحدد شدة التيار الكهربائي التي تمر عبر هذه الدرة. مثال لحساب شدة التيار الكهربائي الذي يقيسه الأمبيرمتر. لدينا هنا ميناء للأمبيرمتر مثلا المدرج من 0 إلى 100، إذن تدريجات مثلا 25، 50 و 75، والإبرة مثلا توقفت عند 75 تدريجة، وهنا العيار الذي تم اختياره، العيار الذي تم اختياره هو مثلا C تساوي 10 A. إذن لحساب شدة التيار انطلاقا من هذه من هذا المثال، إذن نستعمل العلاقة التالية E تساوي N فوا C على N كبيرة. إذن سأحاول أن أعوض كل رقم بكل عدد برقم. إذن هنا لدينا N هو عدد الدرجات التي تشير إلى الإبرة، إذن هي 75 في قيمة العيار هي 10 أمبير على عدد الدرجات الموجودة للميناء هي 100، وبالتالي تصبح هاد القيمة 75 700 على 100 لتصبح شدة التيار هي 7.5 أمبير. نلاحظ هنا بأنه العيار الذي تم اختياره يكون دائما أكبر أو يساوي القيمة التي المراد
حسابها. إذن هذه بعض أمثلة للتيار الكهربائي الذي تم قياسه انطلاقا من التجارب التي تم توضيحها. إذن بهذا تنتهي الحصة اليوم. السلام عليكم. تلميذتيس بوابة إلكترونية يمكن لكم من خلالها تتبعوا الدراسة ديالكم عن بعد وانتوما في ديوركم. الدخول لها والاستعمال ديالها ساهل بزاف، ما كيحتاج لا كود لا مود باس. ما عليكم إذن إلا تدخلوا telmitis.man.gov.ma. في الصفحة الأولى ديال البوابة ديال تلميذتيس يمكن لكم تختاروا المسلك الدراسي اللي كتقراو فيه، المستوى ديالكم، والدروس اللي كتلقاوها كلها مصورة ومنظمة. دروس جديدة كتزاد كل يوم، والدروس القديمة يمكن لكم ترجعوا لها وتشوفوها وقت ما بغيتوا. إذا ما تضيعوش وقتكم، تبعوا قرايتكم، راه الدروس كلها بين يديكم. أقدم هذا الدرس الذي يتعلق بالتيار الكهربائي المستمر. أولا سنرى منابع التيار الكهربائي المستمر. منابع التيار الكهربائي المستمر سنتعرف عليها انطلاقا من هذا المثال. لدينا أسطوانات على الشكل التي تحمل القطب الموجب والقطب السالب. هذه المولدات قلنا بأنها هي التي تنتج تياراً مستمراً، ونعلم بأنه كل المولدات التي تحمل القطب الموجب والقطب السالب فهي تعطينا تياراً مستمراً. لذا يرمز للتيار الكهربائي المستمر إما بالعلامة تساوي أو بالحرفين D و C. لنتأكد من ذلك إذن غادي نشوفوا ما نسميه ثانيا صغيرة من حتى التيار الكهربائي المستمر. إذن سنستعمل من خلال هذا ما نسميه الصمامات الثنائية. الصمامات الثنائية هي من خلال هذه الصورة سنرى بعض الصمامات الثنائية المستعملة في عدة مجالات كما هو شأن، أو يستعمل خاصة في جهاز التحكم عن بعد. سنقوم بإدراج التصميم الثنائي في الضرة الكهربائية. غادي نشوفوا تجربة واحد. إذن لدينا هذه الضرة الكهربائية البسيطة التي تتكون من مصباح ومولد أو عمود الذي يحمل القطب الموجب والقطب السالب. ندرج التصميم الثنائي في هذه الضرة فنلاحظ من خلال هذا بأن المصباح لا يضيء، ولكن عندما نقوم بتغيير منحة أو تغيير موضع الثنائي الصمام فنلاحظ بذلك أن المصباح يضيء. نلاحظ هنا عند عكس ربط الصمام الثنائي فإن المصباح يضيء. إذن فالصمام الثنائي يؤثر في الضرة الكهربائية. وأيضا لدينا أمثلة لبعض الصمامات الثنائية التي لا تضيء كما هو الشأن هنا، ونرمز له بهذه العلامة سهم، والذي يحدد منحى مرور التيار الكهربائي. إذن هذا السهم الذي يحدد لنا منحى مرور، إذا كان التيار يمر في هذا المنحى فنقول بأن الصمام الثنائي يسمح بمرور التيار الكهربائي، ويسمى هذا بالمنحى المار. ثم أيضا هنا إذا كان التيار الكهربائي يمر في هذا المنحى ولدينا رابطة هنا فلا يسمح بمرور التيار الكهربائي، نسمي هذا المنحى المنحى المعاكس للصمام الثنائي. الآن سنتطرق إلى معرفة أو إعطاء مفهوم ما نسميه بالصمام الثنائي. من خلال هذا، الصمام الثنائي عبارة عن ثنائي القطب، له قطبين، القطب الأول والقطب الثاني أو المربط الأول والمربط الثاني. عبارة عن ثنائي القطب وظيفته السماح بمرور التيار الكهربائي في الموافق لمنحى السهم، يعني ذلك أنه يمر في هذا المنحى ولا يمر في المنحى المعاكس الذي يحدده سهم المكتوب على
أول مرسوم على أصمم ثنائي. الآن سنرى من خلال هاتين التجربتين، التجربة الأولى والتجربة الثانية، لنحدد، لأن الغاية من هذه التجربة هو تحديد منحتي الكهربائي. إذن نقوم بتركيب هذه الدارة الكهربائية التي تتكون أيضا من نفس المعدات التي قمنا بها سابقا. لدينا المولد ثم أصمم ثنائي والمصباح. من خلال هذا نلاحظ أن المصباح يضيء في هذه الحالة، وعندما نعكس أصمم ثنائي فإن المصباح لا يضيء. نتساءل لماذا يضيء في هذه الحالة ولا يضيء في الحالة الثانية؟ كما قلت سابقا بأنه أصمم ثنائي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي إلا في منحة واحد، فنستنتج من خلال هذه التجربة أن للتيار الكهربائي منحة، وهو المنحى المار للصمم الثنائي. إذن التيار الكهربائي يمر خارج العمود من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج العمود، الذي يؤدي إلى إعادة المصباح. لهذا فإن المصباح يضيء في هذه الحالة ولا يضيء في الحالة الثانية. إذن خلاصة، إذن الغاية من هاتين التجربتين هو أن نتعرف عن منحى التيار الكهربائي. إذن فنقول يمر التيار الكهربائي المستمر في الدارة الكهربائية البسيطة من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج العمود، ونمثل منحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي بسهم. كما نلاحظ هنا على هذا الشكل أو على هذه التبيانة، لدينا منحى التيار الكهربائي نمثله بسهم أحمر، حيث يخرج التيار الكهربائي من القطب الموجب ويمر عبر الأسلاك إلى أن يصل إلى القطب السالب خارج العمود. وهنا هذا الرسم الذي أمام أسفل هذه الخلاصة يحدد لنا منحى التيار الكهربائي في هذه الدارة. ننطلق إلى الفقرة الموالية التي هي شدة التيار الكهربائي. شدة التيار الكهربائي سنتعرف عليها انطلاقا من هاتين التجربتين. إذن هنا في التجربة الأولى ننجز تركيب تجربة التبيان في التبيانة التالية أسفل. هنا لدينا درة كهربائية بحيث العمود والمصباح والأسلاك وقاطع التيار الكهربائي بطبيعة الحال، نسمي هذه بتجربة رقم واحد. نلاحظ هنا من خلال هذا بأن المصباح يضيء إضاءة جيدة، ولكن سنضيف مصباح آخر مركب على التوالي مع المصباح الأول فنحصل على التجربة الثانية، تكون الإضاءة لهذا المصباحين ضئيلة. نتساءل أو كيف سنفسر اختلاف الإضاءة بين المصباح الأول الذي ركب وحده في الدارة والتجربة الثانية التي ركب فيها المصباحين معا مركبين على التوالي. إذن سنحاول أن نفسر هذا التغيير في الإضاءة. إذن نلاحظ هنا من خلالها تجربة التيار الكهربائي في التجربة الثانية له شدة أصغر من التيار الكهربائي في التجربة الأولى، فنستنتج من خلال هذا أن مفعول التيار الكهربائي في التركيب الأول أهم من مفعول في التركيب الثاني. مع ذلك أن نقول أن شدة التيار الكهربائي في التركيب الأول أكبر من شدة التيار الكهربائي في التركيب الأول، مادام أن الإضاءة قد ضعفت في التركيب الثاني. خلاصة، إذن هنا شدة التيار الكهربائي مقدار فيزيائي نرمز له لشدة التيار الكهربائي بالحرف إي. إذن خلاصة، شدة التيار الكهربائي مقدار فيزيائي نرمز له لهذه الشدة الكهربائية بالحرف إي، والوحدة العالمية لشدة التيار الكهربائي هي الأمبير ونرمز لها بحرف أ. ثم هنا لدي تمرين تطبيقي للوحدات، فالوحدة الأمبير لها مضاعفات وأجزاء. إذن الأمبير من مضاعفتها الكيلو أمبير، ثم هناك أجزاء الميلي أمبير والميكرو أمبير، وهناك وحدات أخرى سترى فيما بعد. إذن يمكن أن نقوم بعملية تطبيق بحيث يجب تحويل واحد أمبير إلى ميلي أمبير، ثم واحد ميكرو أمبير إلى بونسي. المهم سنحاول، ثم أرى هنا أنطلق إلى الفقرة الثالثة التي تتعلق
بقياس شدة التيار الكهربائي. إذن لقياس شدة التيار الكهربائي نستعمل جهاز الذي يسمى بجهاز الأمبيرمتر. سأحاول أن أصف لكم في وجه الأمبيرمتر، بحيث لدينا هنا أمبيرمتر ذو إبرة، هناك أنواع مختلفة من الأمبيرمترات، هناك أمبيرمتر ذو إبرة وأمبيرمتر إلكتروني الذي يعطينا مباشرة شدة التيار الكهربائي عندما ندرجه في ذرة كهربائية لقياس شدة التيار الكهربائي. ولدينا الرمز الاصطلاحي للأمبيرمتر هو العلامة، دائرة داخلها A ويحمل القطب الموجب والقطب السالب. إذا سأحاول من خلال هذا أن أعطي وصفا مبسطا للأمبيرمتر. لدينا الأمبيرمتر يتكون من قطبين، القطب الموجب والقطب والقطب السالب. إذا هناك إبرة التي يمكن أن تتحرك أمام ميناء مدرج، ثم هنا ميناء مدرج، وهنا العيارات التي نستعملها عندما نريد قياس شدة التيار الكهربائي في ذرة كهربائية. الآن كيفية استعمال جهاز الأمبيرمتر. لدينا جهاز الأمبيرمتر هنا الذي نستعمله في لقياس شدة التيار الكهربائي. إذا هنا لدينا ذرة كهربائية تتكون كما قلت سابقا من مولد، قاطع التيار الكهربائي ومصباح. الآن سأقوم بإدراج الأمبيرمتر في هذه الذرة الكهربائية الذي ركب على التوالي مع الأجهزة الموجودة في ذرة في هذه الذرة الكهربائية، بحيث دائما يجب بخير أخذ بعين الاعتبار بأن الأمبيرمتر دائما القطب الموجب للأمبيرمتر مرتبط بالقطب الموجب للمولد، والقطب السالب مرتبط بالقطب السالب للأمبيرمتر، كوم تعني القطب السالب. هنا نركب جهاز الأمبيرمتر على التوالي أيضا هنا، ولم تغلق الذرة الكهربائية بطبع الحال، لن يشير إلى أي تدريجة، ويجب أخذ بعين الاعتبار بأن الأمبيرمتر دائما يركب على التوالي في الذرة التي نريد أن نحدد شدة التيار الكهربائي. إذن ويجب أن نعلم أيضا أن الأمبيرمتر ذو إبرة لا يعطي مباشرة شدة التيار الكهربائي، لذا يجب أن نقوم بعملية حسابية باستعمال العلاقة الرياضية التي تمكن من حساب هذه الشدة. إذا لحساب شدة التيار الكهربائي الذي يشير إليه الأمبيرمتر نستعمل العلاقة التالية، وهي E تساوي العيار الذي تم اختياره في عدد الدرجات التي تشير إليها الإبرة مقسومة على عدد الدرجات الموجودة في الميناء. إذن هنا سأعطي بعض الإيضاحات. إذن E يمكن أن نستعمل هذه العلاقة، E تساوي C وهي العيار المستعمل في N عدد الدرجات التي تشير إلى الإبرة وN عدد الدرجات الموجودة في الميناء. إذن هنا أعطيت توضيحا لكل عبارة مستعملة في هذه العلاقة الرياضية. إذن شدة التيار E ثم قيمة العيار C وعدد الدرجات التي تشير إلى الإبرة هي N وعدد درجات الميناء هو N. إذن هنا فعندما قمنا بتركيب الذرة الكهربائية وأغلقنا ذرة كهربائية فالإبرة تحركت وتوقفت عند درجتين معينة، وباستعمال هذه العلاقة يمكن أن نحدد شدة التيار الكهربائي التي تمر عبر هذه الذرة. مثال لحساب شدة التيار الكهربائي الذي يقيسه الأمبيرمتر. لدينا هنا ميناء للأمبيرمتر، مثلا المدرج من 0 إلى 100، إذن تدريجات مثلا 25 50 و 75، والإبرة مثلا توقفت عند 75 تدريجة، وهنا العيار الذي تم اختياره، العيار الذي تم اختياره هو مثلا C تساوي 10
إذن لحساب شدة التيار انطلاقا من هذه من هذا المثال، إذن نستعمل العلاقة التالية E تساوي N فوا C على N كبيرة. إذن سأحاول أن أعوض كل رقم ب كل عدد برقم. إذن هنا لدينا N هو عدد الدرجات التي تجري الإبرة، إذن هي 75 في قيمة العيار هي 10 أمبير على عدد الدرجات الموجودة لمناء هي 100، وبالتالي تصبح هذه القيمة 75 700 على 100 لتصبح شدة التيار هي 7.5 أمبير. نلاحظ هنا بأنه العيار الذي تم اختياره يكون دائما أكبر أو يساوي القيمة التي المراد حسابها. إذن هذه بعض أمثلة للتيار الكهربائي الذي تم قياسه انطلاقا من التجارب التي تم توضيحها. إذن بهذا تنتهي الحصة اليوم.